لا تطيب الحياة إلا بحسن الخلق. ولذلك قال السلف: جماع الخير الصدق مع الخالق وحسن الخلق مع الخلق. ومن زاد عليك في حسن الخلق زاد عليك في الدين، لأن حسن الخلق من الدين. وخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحاسنها أخلاقا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أحاسن الناس أخلاقا. وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وما أحوجنا إلى هذا، إلى حسن الخلق الحقيقي الذي نبذله للناس جميعا. للأسف يا إخوة أن بعض الناس يبذل حسن خلقه للناس ويبخل به على أقرب الناس. إذا خرج مع أخوانه، مع زملائه في المجالس، إذا أخطأ عليه أحد قال: جزاك الله خيرا، عفى الله عنك، غفر الله لي ولك، وتبسم وكذا. وإذا دخل إلى البيت وقابلته الزوجة عبس في وجهها ونفر ونخر وشتم وضرب، هذا ليس حسن الخلق. حسن الخلق الذي يكون خليقة للإنسان يتدرب عليها يكون مع الناس جميعا. وإذا ذهبت المصانعة تظهر حقيقة حسن الخلق، وإنما تذهب المصانعة في البيوت. فما أحوجنا إلى أن نتربى على حسن الخلق ونربي أسرنا على حسن الخلق. ولو ربينا على حسن الخلق لذهبت كثير من المشاكل التي يراها الناس اليوم. لكن للأسف ضعفت التربية عندنا، أصبح أبناؤنا يربون على الأجهزة الذكية، لا يربون من قبل أهلهم، من قبل والديهم.